وصلنا إلى تريب بوسيلة رحمتك. نحن جئنا بالتريب مع أستاذ إسماعيل وأصحابي. هذا مني. كيف عرفت أنك ستدرس مع هذا الحديث؟ كيف تعرفت عليه؟ أين سجلت؟ أين فهم عنه؟ عرفت في هذا المهدر الحديث الظروف في إنستغرام في إنستغرام مهدر الحديث. ما ثم أبحثوا الطريق إلى هنا وفي رحلات يبدأوا دورة يبدأوا دورة نحن في رحلات تقريبا شهرات شهر نحن نذهب إلى هنا في التاريخ 23 نحن في الساعة 11 إلى المطار من المطار في وقت جاكرتا. نحن بالطائرة اتحاد وترانزيت في أبو ظبي بالظبط. وصلنا ساعة ثلاثة وفي الصباح تقريبا ساعة واحدة في اليمن. نحن نذهب إلى المصرى. وصلنا في المصرى في ساعة خمسة مساء وننتظر في المصرى يوما. وفي غدا نحن نذهب إلى تاريخ. الحمد لله. ثم عمري 20 سنة ولد في تاريخ 20 من مارس 2001. كيف عرفت معهد الحديث في رحلتي قبل أذهب إلى التعريف تبعت دورة في رحلة ثلاثة أشهر. الرحلة مؤسسة الرحلة. نعم إن شاء الله. ثلاثة أشهر ثم الله يؤتيني لأذهب إلى التاريخ في رحلة. قبل أذهب إلى التاريخ أريد أن أذهب إلى جامعة الأزهار، ولكن الله لم يرزقني للقبول في جامعة الأزهار. والحمد لله
Allahu yu'tini ni'mah ij'alni at-talib fi darul hadith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasyurullah ta'ala alladhi qad ata'ani qad ata'ani ata'ana ni'mati wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku Muhammad Masum sa'arifu nafsi ilaikum. Ismi Ali Ahmad Zaki. Ana min Indonesia, di Madinah di Palu, Sulawesi Utara. Kulitu di Palu. Di sana Alpay Watarata. Alpay Watarata di tarikh tamannya takar. Mai. Arabtu hadha al-ma'had min shaykhi fi ma'had al-qadim Abi Haikal al-Hashi fi wasilati rihlata. Mustashfa kan kam yom yomain fil mustashfa makan asad bani huma fi rihlata sana dhahabu ila yaman fi yaumi sabat walakin fi yaumi khamis asad bani huma huma takalaf nafsi ila أذهب إلى هذا المكان. ولما وصلت إلى هذا المكان، لم صححت عن المريض. ثم ذهبت إلى المستشفى يومين. والحمد لله الآن
قد صحت الحمد لله لم تستحي مسبوعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مباشرة اسمي الحمد رمضاني بلودا. ولدت في فالينبان. أول دي سامبير. الفاين وثاني. هواياتي تصوير وقراءة الكتب وعلم البروتوكول. قرأت الكتاب تعليم المتأخرين تنتهي دي بلم انتهي. عرفت سعد المحك حين ألعب إنستغرام ثم نظرت إلى إنستغرام ركعتا و ana wasatu ila Yaman ingin wasilatul rahmah.